مرحبا، معكم أفنان. اليوم رح نعمل طبق من المقبلات وهو السمبوسة باللحم. طبعا ما بتخلو سفرتنا الرمضانية من السمبوسة بحشواتها المختلفة. اليوم رح نعملها باللحم مع الخضار، إن شاء الله بتعجبكم الحشوة، فتابعوا معي. خلونا نشوف أول شي المكونات ونبدأ بفيديو اليوم. أول شي رح نحتاج لعجينة سمبوسة جاهزة، نص كيلو لحم مفروم، حبة بصل، حبة جزر مبشورة، فلفل أخضر حار، وإذا ما بتحبوه حار ممكن تحطوا فليفلة، ملح وفلفل أسود، بهار لحم، معلقة كمون، وحزمة بقدونس. أول شي في كسرول على النار راح نحط اللحم المفروم من غير لا زيت ولا دهن ولا زبدة ولا أي شي. تمام. طبعا اللحمة وهي المفرومة أحيانا بتكون ماسكة بعضها شوي، راح نفتتها لتكون قطع صغيرة، ونضلنا نقلبها لغاية ما يتغير لونها وياخد اللون البني. لما تاخد هذا اللون راح نضيف لها البصل المفروم ناعم، ونحركهم مع بعض، نتركهم شي 5 دقايق على النار لغاية ما يبدأ البصل يذبل معي شوي. بعد هيك راح اضيف لها الفلفل الاخضر الحار. طبعا زي ما حكيت بالاول، اذا ما بتحبوه حار ممكن تضيفوا الفليفلة او ممكن تستغنوا عنه، ما في اي مشكلة. بعد هيك راح نضيف الجزر المبشور ونحركهم مع بعض على النار لغاية ما يختلطوا مع بعض بشكل منيح، وهنخليهم على نار هادية لغاية ما يستوي الخضار وتستوي اللحمة بشكل منيح. بعدين هنضيف البقدونس، وهنضيف الملح والبهار والفلفل الأسود ومعلقة الكمون، وهنحركهم مع بعض، وبهيك صارت معنا الحشوة جاهزة. هنعمل شي زي اللسق، هي عبارة عن معلقة طحين عليها معلقة مي أو معلقتين مي لغاية ما يصير بهذا الشكل ناعم ومختلط مع بعضه بشكل منيح. هذا رح نستخدمه لأن احنا نلزق السمبوسة وما تفك معنا. تمام. رح نبدأ بحشو السمبوسة. هنجيب الطرف لعند الطرف الثاني حتى يكون شكله مثل المخروط. بعد هيك رح نحط الحشوة على الكمية اللي بدنا اياها، وبعدين هنلفها لغاية ما يصير شكلها مثلث. بتضل القطعة الزيادة الصغيرة هي على الطرف، هنستخدم اللاصق من الطحين ونحط شوي وبعدين ندخلها لجوا، وبهيك بصير عنا سمبوسة جاهزة بهذا الشكل المثلث الحلو. هنكرر نفس العملية مع كل حبات السمبوسة لغاية ما تنتهي معنا الكمية. طبعا ممكن تخزنوه بكياس بلاستيكية وتحطوها بالفريزر حسب الحبات اللي راح تستخدموها باليوم، او ممكن تحطوا يعني كل الكمية وحسب ما بدكم بتطلعوا. بس لما تجمدوه بتخلوا كل حبة بعيدة عن التانية، بحيث انه لما يتجمد تكون كل حبة لحالها عشان تقدروا تفكوها وتستخدموها. تمام. نيجي لمرحلة القلي وهي اهم مرحلة. لازم يكون الزيت كتير حامي، تأكد ان الزيت حامي. وبعد هيك راح ننزل حبات السمبوسة. طبعا السمبوسة على طول بتستوي فننتبه عليها ونقلبها بين فترة والتانية عشان ما تنحرق معنا، وتكون الحرارة او النار متوسطة عليها. ولما تتحمر من كل الجهات بنحطها على ورق نشاف وتقدموها، وبالعافية عليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. بشكر متابعتكم، اشوفكم بكرة ان شاء الله بنفس الموعد ومع وصفة جديدة. مع السلامة.